سيارتي الجديدة. يلا نتفرج على الستارز مع بعض. هلا خليني شارككم شو حققت من الفيجن بورد. هنتكلم على أهمية الفيجن بورد. كده دايما بيقولك خلي بالك كويس جدا من الكلام اللي بتوجهين. حطولكم الفيديو بتاع نور ستارز وهي بتتكلم على أهمية الفيجن بورد وازاي ساعدتها ان هي تحقق أحلامها. حققت ده كله بالفيجن بورد. من القصص الجميلة جدا اللي قالتها نور ستارز عن نفسها ان هي كانت بتتعرض للتنمر. تقدري تكتبي وتقدري تحطي صور. في استخدام الاربع قوات بتاعت الانرجي دي في جذب الحلم بتاعك. شو بير حابة اقولكم انه اذا عندكم حلم وهدف مهما كان بعيد بالنسبة لكم او الناس تخليكم تفكرون انه هذا الحلم بعيد ومستحيل، في امل. في هاي بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنتكلم على اهمية الفيجن بورد. ايه هي الفيجن بورد؟ الفيجن بورد يا ستي هي عبارة عن لوحة او ورقة او كرتونة انت بتحطي عليها كل احلامك واهدافك في الحياة. يعني بتحلمي يكون عندك بيت، بتحلمي بزوج، بتحلمي بعربية، بتحلمي بفلوس، بتحلمي بسفرة، بتحلمي بنجاح، بتحلمي بدرجة علمية، اي حاجة بتحلمي بيها حطيها على لوحة الأحلام أو الأهداف دي. طيب يعني هي هتعمل لي إيه لوحة الأهداف أو الأحلام دي؟ هقول لكم أهميتها وهثبت لكم إثباتات أهمية وجود اللوحة دي في حياتك. أهم حاجة إن تحطي اللوحة دي في مكان دايما بتشوفيه على مدار اليوم، بحيث تكون أول حاجة تشوفيها أول ما تصحى من النوم وآخر حاجة بتشوفيها قبل ما تنامي. ويفضل كمان إن أنت تشوفيها على مدار اليوم كذا مرة عشان دايما تعمل لك يقظة او تجدد انتباهك لأهدافك واحلامك اللي انت بتتمني تحققيها على مدار حياتك. معظم الناس الناجحة، معظم الناس الشاطرة، معظم الناس اللي بتحقق اهدافها، ارجعي كده في تاريخ حياتهم او اقري في قصص حياتهم او اسمعيهم او اتفرجي عليهم، هتلاقي كلهم عندهم لوحة الاهداف او الاحلام اللي احنا بنسميها الفيجن بورد. ليه الفيجن بورد مهمة؟ تأثيرها ايه علينا؟ بتعمل ايه؟ يعني هي ماجيك؟ هي فعلا نوع من انواع الماجيك، السحر. لان انت عقلك طول ما هو بيشوف هدفك او حلمك قدامك دايما العقل بيتبرمج على الافكار اللي انت بتفكري فيها. عشان كده دايما بيقولك خلي بالك كويس جدا من الكلام اللي بتوجهيه لنفسك. ركزي كويس جدا في الافكار اللي بتفكري فيها. دايما فكري في الحاجات اللي انت عايزاها مش الحاجات اللي انت مش عايزاها. لان انت لو فكرتي في الحاجة اللي انت مش عايزاها هتجيلك، لكن لما تفكري في الحاجة اللي انت عايزاها المخ بيتبرمج عليها وبيتجه نحو الهدف بتاعك او الفكرة اللي انت بتفكري فيها. دايما فكري وركزي في الحاجات اللي عندك وازاي تكبريها وتنميها وتزيد معاكي، وابعدي او ما تفكريش في الحاجات اللي هي مش عندك. احنا دايما كبشر بنفكر وبنركز في الحاجات اللي مش عندنا، دايما بنفكر وبنركز في الحاجات اللي احنا مش عايزينها. لا، فكري وركزي ودايما وعي تفكيرك على الحاجات اللي انت عايزاها، على الحاجات اللي انت عندك، على الحاجات اللي انت عايزة تكبريها وتزوديها عندك وتنميها. مؤخرا كنت بتفرج على فيديو لليوتيوبر، يعني اكبر يوتيوبر عربية، نور ستارز. عندها ما شاء الله 20 مليون فولورز، يعني هي نمبر 1 على اليوتيوب من الشرق، من العرب يعني. كان احد فيديوهاتها ان هي بتقول ان هي كان عندها اهداف واحلام عربية شكل معين، ان هي تعمل تبقى براند امباسادور لماركة كبيرة جدا. حطت كل الاهداف بتاعتها دي على الفيجن بورد، بحيث ان انت كل فترة لما بتروحي تبصي على الفيجن، انا حققت ده، الحلم الجاي عايزاه يكون ده. عشان في كتير حاجات احنا بنبقى نفسنا فيها ونفسنا نحققها بننسى ان احنا حققناها. يعني انا من الاشخاص اللي بكتب كل حاجة احلامي اللي جاية، بس من فترة للتانية برجع كده بص على الكشكول اللي انا كنت كاتبة فيه اهداف السنة اللي فاتت، بقول ايه ده، واو انا حققت كل ده، بس انا اصلا ما كنتش مستوعبة او عقلي ما كانش منتبه ان انا حققت كل الحاجات دي. فلما بتحس ان انت انجزتي هدف او اتنين من اهداف او من 10 اهداف او من 20 هدف انت حاطاه لنفسك، بتحسي بالانجاز وده بيشجعك وبيقومك او بيديك الطاقه ان انت تكملي، ان انت قادره ان انت تحققي اهدافك، انت
كلنا عندنا الامكانيات اللي احنا نحقق اهدافنا، بس بنحط خطه، بنحط وبنسعى للهدف ده كل يوم ان شاء الله 1% تجاه الهدف بتاعنا، ان شاء الله خطوه صغيره تجاه الهدف بتاعنا. فميزه الفيجن بورد ان هي بتدينا الطاقه، بتدينا الشعله اللي كل يوم بتتجدد اول ما نبص على الفيجن بورد عشان نتجه نحو الهدف بتاعنا والحلم بتاعنا، وبتحسسنا ان احنا نقدر نحقق كل حاجه، واللي زي ما احنا حققنا قبل كده نقدر نحقق من تاني وتالت ورابع. وعرفي ان انت كل ما بتحققي هدف صغير الهدف اللي بعديه بيبقى اكبر شوية، فلما بتكوني قطعت جزء في الهدف في هدف صغير بتحسي ان انت انا قادرة اعمل كده، حققت الهدف ده انا قادرة اعمل كده، حققت الهدف ده وهكذا. فميزة الفيجن بورد ان هي عبارة يعني شبه المراية جوه دماغنا دايما، حتى بيقولك يعني لو عندك افكار كتيرة في دماغك اكتبيها على ورقة او قلم وحطيها قدامك، لان العقل لما بيشوفها في حاجة اسمها الفيجواليزيشن، الصورة المرئية بتاعت المينتال ايمج، يعني الحاجة اللي انت بتتخيليها حطيها قدامك. يعني بتتخيلي عربية ومواصفات معينة بشكل معين، دوري على البينترست، بدوري على الجوجل ايه شكل الحاجة اللي انت نفسك فيها دي، واطبعيها وحطيها قدامك، وعرفي ان انت قادرة تحققي الحاجة دي. ودي من الحاجات يعني الفيجن بورد من قوتها ان انت دايما تبقى عايشة الهدف بتاعك، دايما تبقي مصدقة ان انت قادرة تحققي الهدف ده او الحلم ده، بس هو محتاج منك شوية شغل، محتاج منك شوية وقت ان انت عشان توصلي له. بس ركزي ركزي كويس جدا ان انت تقولي لنفسك وتقولي لعقلك كلام ايجابي، دايما وجهي لنفسك كلام ايجابي، لان الكلام هو بيترجم علينا باكشنز، بافعال، والافعال بتتحول لعادات، والعادات دي هي اللي بتوصلنا لتحقيق اهدافنا واحلامنا. فالعادات اللي انت بتلتزم بيها وبتمشي عليها دي بتصبح جزء من شخصيتك، شخصيتك عبارة عن عادات. فانت لو اخترتي عادات صحية، عادات مستثمرة فيها، هتتحول شخصيتك لشخصية ناجحة وتقدري بيها تحققي اهدافك. اعرفي ان بشخصيتك الناجحة القوية اللي انت بتبنيها زي ما بتبني اي حاجة، زي ما بنبني بيت، تمام، تقدري تحققي احلامك، تقدري تختاري الديستني بتاعك، تقدري تختاري كل حاجة هتحصل لك في المستقبل بقدراتك، بوعيك، بشغلك على نفسك. حطولك الفيديو بتاع نور ستارز وهي بتتكلم على أهمية الفيجن بورد وازاي ساعدتها ان هي تحقق احلامها ونجيب عربية احلامها وتبقى براند امباسادور لبراند كبير جدا، وان هي كانت بتحلم بفوتو سيشن مع ايرميز وحققت ده كله بالفيجن بورد. لان بجد انا يعني من احلى الحاجات وده من احلى الفيديوهات اللي انا شفته لها، وحبيت جدا النصيحة اللي قالتها للشباب والبنات اللي بيتابعوها، لان هي مؤسسة كبيرة جدا يعني عندها 20 مليون فولور ما شاء الله. فان هي تنصحكم وتقول لكم حاجة زي كده لازم تاخدوها وتحطوها بعين الاعتبار وما تتنساش، لازم تكتبوا الحاجات دي. في حاجات كده مينفعش تعدي علينا من غير ما نكتبها ونبص عليها كذا مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تتحفر هنا زي ما بنقول، تتحفر في مخنا. ميزة الفيجن بورد ان هي اول حاجة انت بتختاري، يعني بتدي المساحة لعقلك ان هو يفكر ويحلم ويعرف هو عايز ايه. يعني بتختاري الاحلام والاهداف بتاعتك مهما كانت كبيرة، انت شايفاها كبيرة، لا قولي ان انا قادرة احققها. وزي ما قلنا لازم تعيشي الحالة ولازم تصدقيها. كل يوم الصبح تبصي على الفيجن بورد، كل يوم الصبح تجددي زي النية كده، لأ بتجددي النشاط بتاعك تجاه أحلامك وأهدافك. لو أنت فعلا عايزة تبقي إنسانة ناجحة وتحققي أهدافك وأحلامك وفعلا عندك الشعلة اللي أنت تبقي مش شبه أي حد، تبقي إنسانة فعلا مميزة ونجمة في المجتمع، تبقي نجمة في المجتمع عشان خاطرك، عشان نفسك، عشان تحسي بإحساس تكوين نفسك وإن أنت فعلا شخصية ناجحة وحققتي كل اللي نفسك فيه، وده في حد ذاته احساس جميل جدا. اول حاجة اللي انت لازم تختاري كل اهدافك واحلامك وتكتبيها على الورقة او على الفيجن بورد. تاني حاجة ان الفيجن بورد تقدري تكتبي وتقدري تحطي صور، فهي بتساعدك على الفيجواليزيشن، ان انت تتخيلي الحاجة. ودايما بيقولوا في علم النفس والكتب والكلام ده ان انت دايما تحطي كل هدف بتفاصيله،
يعني لو انت نفسك في عربيه قولي لونها اسود، ماركتها كذا، موديل كذا، هجيبها خلال 3 4 سنين، ويكون سعرها كذا، ويكون معايا في البنك وقتها كذا، وهحققها لما اكون معايا او عملت البروجكت المعين اللي يجيب لي فلوس. فلازم كل حاجه تبقى مكتوبه بالديتيلز. تاني حاجه ان انت لازم تتخيلي التفاصيل، التفاصيل كل حاجه انت نفسك فيها، كل حلم، كل هدف، كل حاجه نفسك فيها يعني تخيليه. تخيلي عربية أحلامك، تخيلي شقة أحلامك، تخيلي فستان زفافك، تخيلي فارس أحلامك، تخيلي الدريم فاكيشن بتاعتك، تخيلي كل حاجة. تخيلي لو أنت مثلا عايزة تسافري هتسافري تروحي فين، وطيران إيه، وتعملي إيه، وتنطي من فين، وتطلعي فين، تخيلي. ثالث حاجة لازم تبقي عندك الاكسبكتيشن عالي بتاع تحقيق الأحلام. زي ما قلنا لازم نشغل الفريكوانسي بتاعتنا كده، الطاقة بتاعتنا. طاقتنا دي عبارة عن زي مغناطيس يا جماعة، تمام؟ ما تستهونوش بطاقتنا. أي حاجة نفسك فيها وانتي عارفة ومتأكدة ان انتي قادرة تحققيها بدون أي شك أو هيسيتيشن كده شوية، ان انا لا انا خايفة، اعرفي ان لازم يكون عندك زيرو داوت، ما عندكيش اي شك ان انت قادره تحققي الحلم ده، وان هو بس محتاج منك شويه مجهود ووقت عشان توصلي له. فشغلي كل طاقاتك. الطاقه ممكن تكون جسديه، ممكن تكون عقليه، ممكن تكون حتى ايموشنال، ممكن تكون حتى سبيريتشوال. فهما كانوا مقسمين، انا قريتها في كتاب كده، ان الطاقه متقسمه سبيريتشوال، فيزيكال، ايموشنال، اند منتال. فانت استخدمي الاربع قوات بتاعه الانرجي دي في جسد الحلم بتاعك. سخري الانرجي دي كلها، اشتغلي عليها، اشتغلي 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 عليها لغايه ما توصلي لهدفك وحلمك. رابع حاجه تبقي عارفه ان انت الاحلام دي هتوصلي لها في الفتره المعينه، تعملي كولكت. كولكت زي كده ما بنزرع المحصول والكلام ده، وعارفين ان احنا هنجمع المحصول بعد مثلا شهر 2 3 على حسب نوع الزرعه اللي احنا زرعينها. يعني لو انت مثلا نفسك في صفرة ممكن تاخد سنه شغل عشان توصلي لها، لكن عربيه مثلا غاليه شويه ممكن سنتين. فانت بتحطي اهدافك واحلامك بفتره زمنيه وتبقى معقوله، بس احنا ما بنقولش ان انت تبقي بصه تحت رجلك، لا احنا عايزين نبص لقدام والفوق، تمام؟ فلازم تكون اهدافك واحلامك محدده بفتره زمنيه، وتبقي عارفه ان انا هوصل لها في الفتره دي. وعشان يعني كل يوم ما انت بتصحي وتشتغلي وحط في دماغك اللي انا نفسي في الحاجه دي، الباور بتاعك هيعلى، القدرات بتاعتك هتزيد، هتلاقي سبحان الله الطاقات بتتفتح لك، وهتلاقي يعني كذا عامل بيتخلق في الحياه كده عشان يساعدك يوصلي للهدف بتاعك. فدايما ابقي متخيله في دماغك كده حتى قبل ما تنامي. يعني انا احلى حاجه بالنسبه لي قبل ما انام بتخيل كل حاجه نفسي احققها او لسه محققتهاش ونفسي احققها. ان طول ما انت نايمه عقلك ما يعني العقل الباطني ما بينامش، الانكونشس مايند شغال 24 ساعه. فخليكي ذكيه، عبي الانكونشس مايند بتاعك باحلامك واهدافك قبل ما تنامي. قبل ما تنامي تخيلي كل حاجه نفسك فيها، تخيلي كل حاجه نفسك تحققيها زي ما قلنا بدرجه عاليه، مش اللي احنا بصين على الارض اللي احنا عايزين حاجه بسيطه، لا احنا عايزين اهداف كبيره فعلا توصلنا لفوق على القمه، او على حسب انت اهدافك واحلامك. انا بالنسبه لي اهدافي عاليه شويه. فقبل ما تنامي دايما ركزي مع العقل اللاوعي بتاعك، دايما عبيه واشحنيه طاقه ايجابيه، كلام ايجابي، افكار ايجابيه، احلام ايجابيه، تخيلات ايجابيه. فدايما زي الحصاله كده ما بتحطي فيها فلوس عشان تسافري، عقلك اللاواعي لازم تحوشي فيه افكار ايجابيه، ولازم تركزي عليه كويس جدا. وزي الزهره كده يا جماعه ما بتسقيها عشان تطرح وتكبر ويبقى شكلها حلو، عقلك الواعي اللاواعي ركزوا عليه جدا يا بنات، بجد والله من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا، حتى يعني خلى نفسيتي احسن هدوء، وبقيت رايقه اكتر، وبقيت اتقبل لو في اي مشكله في الحياه انا عارفه اتس ايزي، يعني انا اقدر احلها. فده بيساعدكم كتير جدا.
مشكلة احنا كلنا يعني معظمنا اتعلمنا وتخرجنا من الكلية ودرسنا دراسة سواء هنكمل فيها او مش هنكمل فيها. بس كان في كتاب حلو كده قريته اللي هو الحاجات اللي احنا ما اتعلمناهاش في الكلية تتعلمي عن نفسك. يعني انا بحب اللي هو شوية اللو اوف اتراكشن والمانيفستيشن والميديتيشن والحاجات دي، لما بدأت امارسها ساعدتني كتير جدا في تحقيق احلامي، والاهم ان هي خلت روحي مستقرة وخلت الانكزايتي او القلق والتوتر بتاعي قل كتير. هو ما زال موجود فيه طبعا، لان بيقول لك ان لو احلامك مش كبيره كفايه يعني مش هتنامك، يعني هتاثر عليك. فانا شويه حريصه على اهدافي واحلامي، عشان كده من الفتره التانية بحس بقلق وتوتر، فده طبيعي جدا لان احنا بشر. بس الفكره ان ازاي تقدري تبعدي عن السلبيات وتشحني نفسك بطاقه ايجابيه، ودايما يكون عندك تفاؤل وتوقع حلو للمستقبل. سيارتي الجديده، يلا نتفرج على ستارز مع بعض. هلا خليني شارككم شو حققت من الفيجن بورد. طب هلا ما عملتوا الفيجن بورد تبعكم، هاي مشكله. شو حققت من الفيجن بورد والاشياء اللي حطيتها؟ لانه ربع السنه خلص، فالمفروض يكون في تطور تحسن، وهيك لازم تعملوا، لازم تراجعوا حالكم كل فتره. من القصص الجميلة جدا اللي قالتها نور ستارز عن نفسها ان هي كانت بتتعرض للتنمر من ناس مقربين اليها، لانها ما كانتش بتتكلم اللغة الانجليزية بشكل بيرفكت، واسباب كتير جدا. ولما بقت ممثلة لبراند كبير جدا، اسمعوا قصتها، يعني انا مش حابة اتكلم لان انا قلت لكم الفيجن بورد مهمة جدا، وده اكبر دليل بالنسبة لكم عشان انتوا كمان تبدأوا من دلوقتي تحطوا الفيجن بورد. اسمعوا. يعني امريكا بالنسبة لي يعني شيء كبير اني انجزت. شكركم انه اني جد تعاوني مع آلدو يعني حلم من احلامي، لانه تعاون آلدو تعاون عالمي موجود بكل مكان بالعالم. اني انجزت شيء بامريكا، لانه اني عايشة بامريكا، وامريكا هو البلد اللي بلشت فيه سوشيال ميديا، فانه اليوم اني من دبي موجودة بامريكا شيء كلش كبير وكلش مهم بمسيرتي وبحياتي. كبير. حابة اقولكم انه اذا عندكم حلم وهدف مهما كان بعيد بالنسبة لكم، أو الناس تخليكم تفكرون أنه هذا الحلم بعيد ومستحيل، في أمل، في أمل. أنا اليوم موجودة بدبي وصوري موجودة بأمريكا، كل ميشيغان، كل محلات آلدو بميشيغان والمولات. وفي ناس بميشيغان لما بلشت كانوا يتنمروا علي بمدرستي، كانوا يقولوا لي مستحيل توصلين، مستحيل تصيرين. واليوم لما يفوتوا المول بمدينتهم اللي أنا عايشة هناك يشوفوني ويشوفوا صوري ويشوفوا شكلي ويشوفوا أنه أوه ماي جاد نور بالمول هنا بأمريكا. شي ممكن. So آمنوا بنفسكم، اشتغلوا، اتعبوا، ورح توصلون. انا اشعر جلدي يا جماعة، اشعرت. نسمع الجزء الثاني. ومنها اني كنت ادور على سيارة احلامي اللي حطيتها على الفيجن بورد ولقيتها. الجديدة سيارة احلامي، السيارة اللي حطيتها على الفيجن بورد ما حابة اعملها، اللي هي بوكسات ارمز مع سيارتي والفايب. هاي حطيتها على الفيجن بورد. اهم شيء النية، على نياتكم يا عبادي ترزقون، والشغل يعني بالنهاية مو بس تحط فيجن بورد وصور وما تشتغل، لا بلا. زي ما قلنا لازم نشتغل على نفسنا كتير جدا عشان نحقق اهدافنا. الفيجن بورد مش سحر، بس هي بتكون وسيله حلوه جدا ان هي تساعدك وتزقك لقدام وتديك الموتيفيشن ان انت تحققي وتحسي ان انت كل حاجه قادره تحققيها. وعندك اكبر مثال نور ستارز حققت جميع احلامها اللي كانت حطها على الفيجن بورد. انا مش بقول ان انت تحطي صور الماظ وي وي وي، اهدافك واحلامك بتكون حاجه بتمثلك وفعلا بتشكل من شخصيتك او تهدف حاجه كبيره جدا بالنسبة لك. فمش لازم تكون اهدافك واحلامك شبه اي حد تاني، انت اختاري اهدافك واحلامك اللي تناسبك وتمثلك وتحسيها فعلا تفرحك. بس العبرة من هذا الفيديو انه ما في شيء مستحيل، وكل حلم بتحلموا وهدف بتحطوه براسكم وتشتغلوا عليه من قلبكم راح توصلوا له. اوكي، اتمنى يكون الفيديو فاتكو واخدتوا منه درس كويس، وعرفتوا قيمة الكلام اللي انا قلته لكم النهاردة، وعرفتوا قيمة ايه هي الفيجن بورد، وعرفتوا ازاي تعملوها، وعرفتوا ازاي تفكروا فيها. هي مش بس لوحة تتعلق على الجدار وتنسوها، لا، دينية بتجدديها كل يوم، بتروحي تبصي عليها ويكون عندك فعلا الفاير اللي جواك ان انت تحققي الهدف والحلم ده. ما تكونش حاجة ما عندنا حاجات كتيره متعلقه على الجدار. انا عندي الهاموكس والكلام ده، بس
وقفتها على الجدار ملهاش اي لازمه، او قعدتها على الجدار ملهاش اي لازمه، لو انت ما بتستخدميش الحاجه او انت فعلا الحاجه دي نفسك تحققيها وتوصلي لها. ده كان فيديو النهارده. لو عندكم اي اسئله او استفسار عن الفيجن بورد اكتبوا لي بالكومنتات تحت وانا هرد عليكم. ولو حابين تتكلموا معايا فيس تو فيس ممكن نحجز سيشن، هتلاقوا اللينك سايباه على الانستغرام، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.